انت مش عايز تتزوج ليه؟ في اسباب. هل مثلا في صورة ذهنية، مثلا عائلة شفتها اب وام وعم وخال وجد والناس والجيران، صورة سلبية للزواج؟ هل انت مثلا كده؟ هل نقطة ان لا انا شفت حالات وحالات وحشة وكل اللي قدامي صور سلبية عن الزواج فانا كاره وعازف عن الزواج؟ لازم اعرف السبب والاجابة بتاعته عشان تطلع بره القصة دي. مش كل الناس وحشة، مش كل الناس وحشة، مش كل الناس جت يعني عندها مشاكل. بالعكس، الناس بتنشر سلبيات الموضوع، لكن لما بيبقوا حلوين وامامير مع بعض ما بنشروش. وانا بقول لكم لا، في حالات ناجحه جدا وفي حالات حب بعد 10 سنين و15 سنه، وده انجاز. وبشوف في الحالات ديت لزوج وزوجه اللهم بارك معاملتهم ذات نفسيه. امتى يفقدوا الامر؟ لما الزوجه تفقد بسبب ان مثلا لا تروى بالحب بالمشاعر، او مثلا زوجه نكديه، او منكده على جوزها وعلى عيشتها، دايما باصه لعيشه الناس، دايما ما اعرفش عامله ايه. فامر طبيعي ان يحصل نوع من انواع الخناقات وبتاع، وتطلع بقى الفوبيات اللي قتل واللي ضرب واللي عمل واللي رمى مراته واللي رمت جوزها واللي خانت كل القصص دي. لكن دي مش انت، الحالات دي مش انت، مش انت بتاعت الجواز، مش هي دي الحالات اللي بصوا، كل حاله تقاس بحالتها. واللي عنده مشكله واللي عنده حاله واللي عنده كذا هو يعرف يدير ويعرف ويتعلم. عشان كده احنا بنقول المحاضرات دي، ويا بنات من فضلكم يا اللي بتسمعوني، اللي عنده حاله، اللي عنده مرجع، اللي عنده حد مؤتمن ثقه هيتكلم معاك ويقول لك الحقيقه وما يخدعكش، يقول لك الحقيقه فعلا وما يخدعكش. والله الزواج كذا، الزواج كذا، في واحد اتنين تلاتة، في ده الصح، ادي صفات الراجل، ادي صفات الزواج الناجح، الزوجة عليها من حقوق واجبات، الراجل عليه من حقوق. التعامل ما بيننا زي ما قلنا لا بحقوق ولا بواجبات، التعامل ومش بالعدل، العلاقة بتبقى بالفضل وبالمعروف وبالإحسان. أعلى قيم الإنسانية والأخلاق موجودة في الزواج، معروف، إحسان، فضل. فما تبصش للصور السلبيه، ومالكش دعوه بالميديا. الجيل ده مظلوم، والله جيل الشباب اللي طالع الايام ده 20 سنه واقل واكبر ده مظلوم. ما شافش خير، ما شافش خير العلاقات الصحيحه. كل اللي قدامه فوبيا، بلاش فوبيا، كل اللي قدامهم سوادات من العلاقات السلبيه، مشاكل مشاكل. انا بيجي لي وبقول لكم على الواتش اللي مش عارفه حكم محكمه ايه، مش عارفه اللي حصل ايه، مصيبه حصلت في ايه، ايه ده، في ايه، في ايه. احنا كثرت بس الامور السلبيه وفي المجتمع والسيئات وعدم وجود النموذج الناجح الايجابي هو اللي بيعمل كده. طب ان انت بتقول انا خلاص مش قادر اكون قد المسؤوليه، ليه؟ انت راجل وعندك 33 سنه، قعدت 33 سنه على الحياه ديت بتشتغل، بتعرف تجيب قرش وتاكل نفسك وتعرف تفتح بيت. راجل، الراجل تعرف تشيل مسؤولية وتبقى حنون على الزوجة اللي هتاخدها، مش بس كده، حنون عليها، تكفيها وتقويها ونوع من أنواع الدعم الجميل النفسي والعقلي والوجداني، مفرحها، مخرجها، راضيها. ايه يعني ايه يعني هيبقى في مشاكل ليه لو انت بتعمل كده؟ انت بتحصل مشكلة لما الاتنين يتربسوا دماغهم، هو يتنرفز وهي يعمل على حاجة هو شايفها صح وهي نفس الكلام، انت ازاي تعمل كده وتحس بالآلة فخلاص الدنيا باظت. غلط. الحياه بين الزوجين المفروض ما بتبقاش كده، الحياه بين الزوجين المفروض انها تبقى نوع من انواع الايه؟ الترابط، الحب، المعامله الطيبه، الحوار، ده انيس الحوار. فلازم نبقى فاهمين القصه دي. بعزف عن الزواج عاشقه الصمت كده بعث ربنا. لا ما تعزفيش عن الزواج، حلو. انا بقول لك اهو، خالته هاله بتقول لك اهو، انا الزواج حلو يا بنتي. ولما تلاقي اليف للروح، ياه انيس، حد تتكلمي معاه، حد لما تكوني متضايقة هو أول حد تتصلي بيه، أنت فين يا عم الحاج، عايز أحكي لك كذا كذا. لما تبقي محتاجة كلمة طيبة. كنت لسه بنحلل مشكلة بنت، يعني مش عارفة، خليني أقول لكم على القصة دي. بنت متعلقة بالروبوت بتاعها، بيتكلم وهي بيرد عليها وبيتكلم وهي بيرد عليها، متعلقة مع الروبوت ده، من هي في بلد أجنبية يعني. وبعدين طلبت ان يحصل له وتعلمت برمجه، عندها 13 سنه على فكره، وهي حاليا يعني قولي سنه ونص، 14 ونص، وتعلمت الروبوت علشان البرمجه، علشان تحط فيه برامج اكثر تحديثا ويكلمها ويرد عليها. تعلقت معاه، هي الحاجه الوحيده
وبقى ايه بقى، كل فيلم ومسلسل عن الروبوتات وعن الانسان الالي، وازاي ان هو مش عارفه من اول الراجل اللي لسه ممثل ميت قريب دوت كان عامل حاجه على الروبوت ومش عارفه ايه، لحد اخر حاجه كله بتحكي عن هي مرتبطه وحاطه صوره ذهنيه انها بتحب. لما سالتها سؤال ليه، قالت لي علشان بشوفهم حنينين. قلت لها يعني قالت لي اه ممكن يبقى في تقدم بعد كده ونتجوز من الروبوتات. في 13 سنه كانت بتكلمني، 13 سنه. ما اقول انا عايزه انيس للروبوتات، عايزين بشر يعني، مش عايزين روبوتات، احنا عايزين بشر يا جماعه، حد يحب ويحب بجد ويحتوي ويطبطب ويتفهم. وتقول لك لا احنا بنبكي على الناس اللي ماتوا ممكن عشان هم كانوا حنونين معانا، علشان هم كانوا كويسين معانا. فانت بتبكي لحالك قبل ما بتبكي لفقد الشخص بالذكريات الحلوه اللي صنعها معاكي. فموضوع ان انا بعزف عن الزواج، لا ما تعزفيش وما تبعدوش، سيبكم من الناس اللي بتقول صور سلبيه، بس اختاروا صح. لو اخترتوا صح اضمن لكم حياه صح. ما فيش حاجه اسمها يعني مش هيحصل، مش لازم في مشاكل، بس ازاي نعالجها، ونعالجها بحب، ونعالجها بحاجه جميله، ونعالجها بفرحه حقيقيه، يعني بفرحه حقيقيه للموضوع ده. وفي الاول وفي الاخر يعني انا بدعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعني يكرم في الموضوع ده بخير، يكرم فيه بطبطبه قلب، يكرم فيه انك تحسي فعلا ليكي توأم روح. صعب نعيش من غير توأم الروح على فكره، صعب جدا.